حدوتة مصرية. أهلا بحضراتكم. حدوتة مصرية هي في جوهرها أيضا تحمل الحدوتة الفلسطينية وتحتضنها دائما عبر التاريخ. في فقرتنا الأولى بنستضيف دكتور حسن الشاعر، الأمين العام للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية. برحب أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. وإلى جواره الدكتور إسماعيل عبد المنعم، رئيس قسم الأحياء المائية بجامعة قناة السويس وخبير الاستزراع السمكي. دكتور حسن الشاعر، من التايتل الأمين العام للاتحاد العربي وأيضا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ما تعليقك على تصريح دونالد ترامب؟ وهل يعني جامعة الدول العربية قصرت في دورها عبر عقود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنا بشكر البرنامج وبشكر السادة المستمعين بالأصالة عن نفسي والدكتور بهاء بدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكذلك معالي الوزير السابق محمود الشريف رئيس مجلس الإدارة بالنيابة، وكذلك معالي الوزير فاروق التلاوي الوزير السابق نائب أو رئيس مجلس الإدارة المناوب. بالنسبة لأثارة سيادتك، يعني في الواقع هو خبر صادم، وأنا شخصيا كنت متوقعه، ومش غريب على شخصية رجل اسمه دونالد ترامب. رجل مهزوز، فكر بعقلية انه يكسب مين والاقوى اللي هو هيلعبه. رجل السلطة بتاعته مش قوية، حس انه مهزوز في اي وقت ممكن يمشي، فبدأ يفكر اي قوة يلجأ له. فلقى ان القوة في الجانب الصهيوني او الجانب اليهودي او اللوبي اليهودي اللي هو مسيطر على كل الحياة السياسية الامريكية. باختصار شديد جدا، يعني زي ما بتعلمنا من الدين الاسلامي الحنيف، رب ضرة النافعة. مش هنفضل طول عمرنا نحط مشاكلنا بحلها على في ايدي او على كتف ناس اخرين بيلعبوا بينا طول عمرهم. يعني من ايام الرئيس الله يرحمه جمال عبد الناصر واحنا نقول اللعبه في ايد الامريكان، عمرنا ما قلنا اللعبه في ايدينا الامه الاسلاميه ابدا، وطول عمرنا نقول المفتاح في ايد الامريكان. طيب لما جه الرئيس السادات الله يرحمه ويحسن اليه عمل ايه؟ ما قالش اللعبة بإيدين الأمريكان ولا بإيدين الروس، لا، ده اللعبة كانت بقدر وقوة وعقلية وتفكير الشعب المصري. سؤال ان 99% من أوراق اللعبة في إيد أمريكا في الحقيقة، بس قال في نفس الوقت هو كان بيستعد في الخفاء، وقدر بنجاح ان هو يستعيد الأرض التي سرقت منا. طيب باعتبار ان حضرتك الامين العام للاتحاد العربي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، اين دور جامعة الدول العربية؟ هل ضعف جامعة الدول العربية واحد من اسباب تصريح دونالد ترامب او ما وصلنا اليه الان؟ القدس لا تهم العرب بقدر ما تهم الامة الاسلامية، فاذا كان الامة العربية في ضعف او وهن حاليا، فالعالم الإسلامي فيه دول قوية جدا ومؤثرة جدا على العالم. زي في العالم الإسلامي زي نعم، زي مين؟ عندك إندونيسيا، عندك في ماليزيا، في دول قوية جدا، باكستان السلاح النووي اللي عندها، في دول عربية غير الوطن العربي. الدول العربية احنا عندها هي بعيدة تماما جغرافيا عن فلسطين. ده الخطأ، ما هو ده اللي انا بقول عليه، لماذا دايما نقول القدس عربية، القدس إسلامية.
القدس قبل ما تكون عربية كانت إسلامية. ثم الدول العربية هي دول إسلامية دكتور أيضا، لابد يعني لا تنفي هويتها الإسلامية وكلها عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي جامعة الدول العربية أيضا. أتفق تماما مع سعادتك، بس لا هنحرر القدس أو نرجعها بالأغاني لا يمكن، بالأسلوب الحنجوري ونطلع نهتف ومظاهرات ويسقط الأمريكان. لابد من استراتيجيات واضحة بين الدول الإسلامية بما فيها الدول العربية، إزاي يرجعوا كيان الأمة الإسلامية. إذا الإيمان ضاع فلا أمان. طيب دكتور، دكتور إسماعيل عبد المنعم، كيف ترى الوضع بعد هذا التصريح، وهل تتفق مع الدكتور حسن الشاعر في هذه الرؤية أم ماذا نفعل؟ هو أنا بشكر حضرتك في البداية، بشكر أستاذنا الدكتور بهاء بدر رئيس مجلس الإدارة الاتحاد، والأستاذ الوزراء صحيح الأشار تمام أستاذنا الدكتور أشار إليهم دكتور حسن الشاعر مضبوط تمام. وبشكر وبرحب بأخويا العزيز وأستاذنا تعليقك على ما حدث اليوم من منذ لحظات. هو من تتابع الأحداث منذ أن تولى دونالد ترامب ولاية الولاية اللي حصلت ديت، كان متوقع أنه ممكن توصل لكده. يعني الحدة بتاعت قراراته كلها اللي خدها كانت متوقعة. ان هو هي صدمه لينا طبعا ما فيش كلام، لكن هو ده كان تتابع الاحداث بيؤدي للي حصل النهارده ده. تتابع الاحداث يعني انت حضرتك بتعزو هذا لحده شخصيه الرئيس الامريكي ولا لضعف الوطن العربي؟ الاثنين 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 فعلا. يعني شخصيه سايكوباتيه، راجل بيتصور حتى ان هو بيعرض الورقه بعد ما مضى، كان حتى طريقه الامضاء بحده وبيعرض الورقه كده، يعني يعني صوروا الامضاء بتاعتي غريبه استفزاز، يعني استفزاز هل ردود الافعال تتوقع ايه؟ رد الفعل لهذا القرار؟ طبعا سنة. هو كل رد الفعل فلسطينيا وعربيا ودوليا هو واسلاميا المتوقع بقى جامعه الدول العربيه تقوم بدور بدور اللي هو ايه، وليس بالشجب بقى. تعمل ايه؟ الوصول الى حل سحب الاموال يا دكتور. السعوديه لها مليارات دولارات، دول الخليج لها مليارات، معظم الدول الاسلاميه الاخرى اللي في جنوب شرق اسيا كل ودائعها في عند الامريكان كالذي يخزن اللحم في بيت السباع. ما الغلط بتاعنا احنا مش غلط الامريكان. راجل زي دوت مهزوز وعنده الاسلاموفوبيا وما خايف من المسلمين وخايف من الاسلام، تنتظر ايه؟ وزيك انا بقول رب ضرة النافعة، يجب ان الاسلام بقى يقف، يجب ان المسلمين يقفهم يشوفوا ايه المصلحة، كيف هو كشف عن وجهه. انت تعتقد ان الارصدة العربية في البنوك الامريكية والغربية هم يملكوا قرار سحبها ببساطه كده؟ انا ما ما انا هل انا في صعوبه؟ لا صعوبه كبيره، انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده. بس ايه الصعوبه يا دكتور اسماعيل؟ لا هو الفلوس زي ما قال استاذنا، انت حطيت اللحم في بيت السباع، يعني هي عنده هو عندهم هناك. هو المطلوب ايه؟ تكاتف الدول العربيه، ولاول مره نقعد مع بعض ويتقال كلمة واحدة باسم العرب كلهم، مش باسم مصر بس، لا كل الدول العربية تقول تقف على كلمة واحدة. ده مهم جدا. انا بتخيل ان لو كل جامعة الدول العربية ما يجيش واحد يعترض، او واحد يقول انا رأيي او رأي، لا هنا بقى يعترض على ايه يعني مثلا على إيه او يقولوا بقى ما احنا بتعمل ايه، ما احنا إيه اختلفنا يعني. اقول لحضرتك ايام السادات لما ساب الكراسي والاعلام، لا انا بترجعنيش بس يعني الأمسة. يعني ايه اللي مطلوب من جامعه الدول العربيه الان؟ التكاتف والكلمه الواحده. طيب على الاقل ضد، يعني ياخدوا موقف زي الملك سلمان الله يصلح حاله ويكرمه، قال لك هقفل السفاره الامريكيه. خلاص ليه الدول ما تعزوش حزوه؟ قفل السفارات الامريكيه، ممنوع التعامل مع المنتج الامريكي، التجاره الامريكيه
تحجب تماما عن الدول قرارات سياسية حازمة كفانا غنى كفاية شغل حنجور حناجر تطلع وتهتف وتعمل تقترح مصر تعمل ايه استراتيجيات مصر عندها مصر قوة مؤثرة في الشرق وفي العالم انا مش هقترح انا مش في مصر ترى يعني ترى ان هي تلف تجمع القادة المسلمين دول اشوف انا بركز اكتر على القادة المسلمين والعرب ما هم 18 دولة عربية صحيح اللي تابع يعني انا دول عربية اسلامية لازم نقول كده دول ضمن العالم الاسلامي بعد اذن حضرتك موقف موحد يعني انا مش عايز اقول مصر هتعمل ايه انا عايز اقول العرب هيعملوا ايه مصر العرب مصر احد الدول العرب هي قائده الامه طيب. بس انا ما حملش هنا ان كل الضغط علينا تمام طيب دلوقتي احنا عوده لموضوعنا الحقيقه انا هربط ما بين جمله قالها مناحم بيجن رئيس وزراء اسرائيل وقال ان العرب امه مرشحه للانقراض فهل فعلا احنا مرشحين للانقراض مثل سمكة نابليون اللي احنا بصدد مناقشتها الان هل السمكة دي فعلا مرشحة للانقراض كما العرب مرشحين للانقراض الدكتور طيب حسن الاول قبل ما ادي الفرصة لاستاذي الدكتور اسماعيل يتكلم على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض تمام. ومنهم سمكة نابليون واللي احنا جايين بصدد الحديث عنها يعني انا عاوز ادي فكره للناس اللي قد لا يعلموا شيء عن ما هو الاتحاد العربي لحمايه الحياه البريه والبحريه التابع لمجلس الوحده الاقتصاديه العربيه جامعه الدول العربيه اللي انا باشرف بان انا اكون الامين العام الاتحاد ده انشئ سنه 2006 و بيتولى مساعده جهات رسمية وغير رسمية في حماية وصيانة الكائنات البرية والبحرية في الدول العربية اما نتكلم على الكائنات البرية والبحرية فده شيء مهول الاتحاد ده انضم مجلس الوحدة الاقتصادية كاتحاد نوعي في اخر 2006 وهذا الاتحاد بيضم خيرة علماء الجامعات في مصر والدول العربية تمام. وهو له رسالة رسالته تعزيز التعاون بين الدول العربية في حماية وصيانة النباتات والكائنات والحيوانات البرية والكائنات البحرية يا رب ينجحوا في ده يا رب ينجحوا في ده يعني على الأقل في 18 طيب. دولة خلاص أنتقل للدكتور إسماعيل معلش عشان الوقت هيبقى بيداهمنا السمكة دي مهددة بالانقراض وإيه الكائنات البحرية الأخرى اللي أصبحت مهددة وخصوصا في مياهنا الإقليمية هو ربنا أنعم علينا في البحر الأحمر الشاطئ اللي احنا بنطل عليه بالشعاب المرجانية دي مصدر دخل للسياحة عالي جدا صحيح وفي أسماك لا مثيل لها في العالم السياح كلهم بيجوا والغواصين على أساس ان هم بيشوفوا هذه الأسماك من أجمل والأهم هذه الاسماك سمك الموضوع الحلقه سمكه نابليون نابليون صحيح وسموها نابليون لان نابليون كان بيلبس قبعه كده وهي ليها تاج على راسها وهي لها تاج كده بروز البروز ده كل ما بتكبر السمكه في العمر هي معانا هي شفايفها غليظه وليها تاج على راسها والذكر منها بيبقى لونه اخضر او ازرق تمام والانثى بتبقى لونها برتقالي تمام طب العيون بتاعتها لما تشوفها حضرتك كانها لابسه نظاره دي مهدده لقوها حد بيتعشى بيها في مطعم عندنا في مطعم في فندق دي مأساة وكارثه وكارثه ليه لان انا دلوقتي ما هو السياح هم اللي اكتشفوها كمان والسياح صوروها وحطوها والصحافه الالمانيه اتكلمت عنها بشكل يعني مسيء سمكه ذات قيمه عاليه جدا صحيح وجذابه وسمكه مسالمه ووديعه يعني هي دي ينفع ان احنا نعمل على زيادتها وتكاثرها دي معانا الصوره اللي كانوا حاطينها في المطعم في احدى الفنادق التابعه لمرسى علم
تمام. وطبعا اتحركت جهات كثيرة يعني للتحقيق في هذا الموضوع، ولكن نتمنى ان ده ما يتكررش. طيب حضرتك قول لي، هل في وسيلة لزيادة تكاثرها؟ يعني زي ما بنقول بنعمل مزارع سمكية للبلطي والبوري، طبعا. هل ينفع يتعمل لها مزارع ديت بحيث ان احنا نزود اعدادها ونحميها من الانقراض؟ طبعا اقتراح هايل لحضرتك بتقول. ليه هو ما جاش على بال لا هو العاملين؟ هو جه على بال العالم كله. طيب وبيحاولوا لغاية الان ولم ينجحوا. ليه؟ صعوبة اولا انا لازم اخد تصريح عشان ارتضها، دي حاجة. عشان اعمل تفريق لازم اجيب الامهات الكبيرة الضخمة. هل ده في صعوبة يا فندم من ناحية؟ لا احنا لو خدناها من ناحية البحث العلمي ممكن نحاول. لكن في بلاد عالمية شغالة حتى الان، لكن لم يثبت عملية التكاثر. احنا ممكن في حلول تانية. مراقبة مراكب الصيد، لان الصيد مش شرط تبقى السمكة كبيرة مترين وموجودة على المركب. لا ده هم ممكن بيصيدوا صغار هذا النوع فتنقرض. السمكة دي بطيئة في النمو في النضوج الجنسي. يعني بتقعد من 5 لـ7 سنين، يعني معناها كده بتاخد وقت. اذا انا ما عنديش منها اعداد. طب ايه السر الخاص بان هي بتتحول من انثى لذكر او العكس؟ اقول لحضرتك هو ده حاجه فريده في هي السمكه دي تحول نفسها من انثى لذكر او العكس كمان؟ لا من انثى لذكر. من انثى لذكر. من انثى لذكر. هو حضرتك بقى ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ان هذه الاسماك خنثى. خنثى يعني بتحمل الاعضاء التناسليه الذكريه والانثويه. بتتحول معظم ال 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 احنا عندنا بنصورها اهو تحت الميه. ايوه. يعني دي سمكه بتحمل الصفات الانثويه والذكريه معاها. معظم الفأس اللي بينزل كله اناث. بعد فتره لما محتاجين ذكر اضخم هذه الجروب او المجموعه ديت بيتحول الى ذكر من البيض بتاعها. من لا من القطيع لما يكبر من القطيع لما يكبر. من الاسماك لما الاسماك الضخمه. يعني اضخم انثى بتحول نفسها الى ذكر. وزنها تقريبا من 20 كيلو كده تقريبا السمكه دي. 200 كيلو. 200 كيلو السمكه الواحده. الواحده بتصل الى 200 كيلو وطولها مترين. بتصل الى مترين. طيب ده فيها يعني دي مصدر جذب سياحي. يعني ممكن سائح يجي مخصوص عشان يتفرج. السمكة رقم واحد. يتفرج مش ياكلها. يتفرج. هو الراجل ده احنا اللي تطوعنا بان احنا ده دور الاتحاد بقى الحياة. بيعمل ايه الاتحاد فعلا؟ الاتحاد بقى بيقدم المعاونة اللازمة للسلطات اللي هي نفترض ان السمكة دي ظهرت في الغداء في مصر. طيب يبقى المفروض المكان او محافظة البحر الاحمر بتلجأ ليه الاتحاد العربي وتقول له نعمل ايه في صحيح. في الموضوع ده. ولذلك احنا ان شاء الله يوم 13 الخميس القادم في ورشة عمل كبيرة بيشرف برئاستها سيادة المحافظ اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر وبتنظيم الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية عن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وخاصة سمك. ايه تاني مهدد بالانقراض غير سمكة نابليون؟ لا ده فيه العديد من الكلام من الكائنات البحرية عندنا والبرية في البحر الاحمر برضه. البحر الاحمر ايه تاني زي ايه اشهر حاجة غير نابليون؟ في اسماك اللي هو بيسموها الاسماك المنشارية. ده منشار كده في الفن. مهددة بالانقراض. مهددة. لا ده هو فيه نتيجة أكتر... ايه؟ نتيجة الصيد ولا تلوث البيئة؟ الصيد الجائر. طب انا او الاتجار. اصل خلي بقى حضرتك هو مش بس عملية اللي بيحطها في مطاعم. ده ممكن بتتاخد ويتاجروا فيها ويهربوها. كان في مصور عالمي مصري مصور تحت المية اسمه تامر الأنا. المصور ده كنت التقيت بيه من سنوات طويلة وقال لي انه كل الجمال اللي تحت المية ده مهدد لانه الفنادق بترمي نفاياتها في البحر الاحمر. تمام. فبعد عدد معين من السنوات مش هيكون عندنا لا شعاب مرجانية ولا اصلا الكائنات اللي حضرتك خايف ان هي تنقرض. هتنقرض بفعل التلوث كمان مش بس فعل الصيد. لا والتلوث ده تعليق بقى له حلوله. له حلوله. وسيادة المحافظ هناك اعتقد انهم مهتم بهذا الموضوع. انا كنت قابلته من سنتين واتكلمنا في الجزئية دي. ودي احد النقاط المثارة في ورشة العمل. في حماية الكائنات البحرية من الانقراض ازاي.
منع التلوث ده. طب ما في اجراءات بتتعمل، ما لغايه النهارده بيترمي في الميه اهم الحاجة. اجراء ايه كمان؟ التوعيه يا فندم. الفنادق عايزه رقابه مش توعيه. لا احنا انا بتكلم على الناس اللي بتاخد السمك. بالظبط. بالظبط. ما هو مين اللي بيوصل للفنادق السمك؟ تقصد السمك اللي بيتم اصطياده؟ ايوه. يعني انت حك موضوع التلوث. لا التلوث ده عايز فلترز ودي بقى فلترز. فلترز التلوث اللي تحت الميه. التلوث نمنعه ازاي؟ بينزل عن ايه؟ بينزل على طريق مواسير. من دخل من عن الفنادق. يتحط فلتر. يتحط فلتر ولا ما يترميش في البحر اصلا؟ المفترض انه المفترض في الاساس انه ما يتعملش. زي المصانع اللي المفروض بيتحط لها فلتر. المصنع بحرم فين؟ ايه تاني غير سمك المنشار حضرتك مهدد؟ في اسماك القرش. اسماك القرش نفسها دي ممنوع صيدها في كل انحاء العالم. بالظبط كده. صحيح. بالظبط كده. ده انا عاوز اقول لحضرتك برضو بالاضافه لسؤال حضرتك، في حاجه اسمها السايتس اللي هي المنظمه معاهده التجاره العالميه لحمايه الحيوان والنبات البري من المهدده بالانقراض. اسمها السايتس اللي هي الكونفنشن ان انترناشونال تريد ان اندنجرد سبيشيز اوف وايلد فونا اند فلورا. المعاهده دي اسمها معاهده واشنطن سنه 73، لانها اقيمت في معاهده واشنطن، والاتحاد العربي لحمايه الحيوان عضو فيه، ومصر عضو فيه، والدول اللي هي منضمه للاتحاد دي عضو فيه. الاتفاقية دي لها ثلاث محاور. هتتعجب جدا، المحور الاول اللي هو ممنوع الصيد، ممنوع التجارة، ممنوع الاستيراد، ممنوع التصدير. عندك 300 نوع نباتي مهدد بالانقراض تماما. نباتي تحت المية؟ لا نبات عادي. عندك في 600 نوع حيواني مهدد بالانقراض تماما. طيب ايه القوانين بقى اللي بتعاقب او بتجرم الاصطياد ده او تلويث البيئه تحت المياه او القضاء على النباتات هو النادره دي؟ هو دي بقى التشريعات اللي الاتحاد العربي بيعممها على الدول الاعضاء. في تشريعات قانونيه، تشريعات بيئيه. طب وتفعيلها؟ تفعيلها فين؟ التفعيل ده من السلطات بتاع الدوله العضو في الاتحاد. اكتر دوله ملتزمه يا دكتور اسماعيل؟ أكثر دولة عربية ملتزمة بالتفعيل القوانين دي من وجهة نظرك؟ مصر. تتعجب. أيوة. تتعجب ان مصر. مصر عندنا القوانين دي، بس يعني بعض الافراد اللي بتخرج عن القصة دي. هو بس كان في حاجة. في حاجة بالنسبة لصيد السمكة دي. ازاي بيصطادوها؟ السمكة دي من الصعب اصطيادها بالطرق الطبيعية اللي احنا عارفينها. بيصطادوها ازاي؟ بعض الدول، انا مش هقول مصر طبعا، بعض الدول بتحط سيانايد. ده سم. ماده سامه طبعا، بتحطها وترميها في الميه وتصطاد السمك على ان هو ايه، متخدر. لا هو مش تخدير. والحاجات ده بعد ما يتسمم ده ما يسممش اللي هياكله بعد كده؟ طبعا. طب يعني بياكلوا الناس سمك ده؟ كانوا بيرمولها كمان يعني. بعض السياح او هنا. منظر بشع. سمكه جميله بالفعل، ويتم يعني بدل ما نتركها لرياضة الغوص او السنوكرلينج او الناس اللي بتحب تتفرج على العيلة دي، بيسموها عيلة الراس او الراس. العيلة دي منها انواع صغيرة حجم. أيوه. احنا بنستخدمها في امراض الاسماك. في ايه؟ امراض الاسماك. بمعنى ان انا بربيها كعلاج حيوي. بتتغذى على الطفيليات الخارجيه اللي على جسم السمكه. تخيل يعني لا استخدامات هنا أخرى. هنا طبعا الانسان لما بيتدخل بالتدخل الجائر ده بيخل بالطبيعه. طبعا. وبيدمر. احنا عندنا يا جماعه اجمل شواطئ واجمل جغرافيا في العالم، فيها تنوع وثراء غير عادي، سواء تحت البحر او فوق الارض. ففي الحقيقة لابد ان احنا نحافظ على هذا الجمال، اللي انت لو نزلت تحت المية وفتحت العدسة كده بشكل عشوائي ففعلا هتطلع بماتيريال تطلع منه فيلم عبقري. يعني انت لو نزلت كده بكاميرتك وغمضت عينيك وفتحت العدسة، نزلت في البحر الاحمر، في شرم الشيخ، في الغردقة، في سفاجة، في مرسى علم، واتيفر، هتنزل هتطلع ماتيريال من غير عبقرية إخراجية بقى. هتفتح العدسة بس كده وغمض عينيك واطلع،
هتطلع افلام، وده كلام مش كلام انا، ده كلام الناس اللي بتصور تحت المية وقالوه لي. فهذا الجمال بيحسدنا عليه العالم، احنا بندمره. ما انا عاوز يعني اشكرك اولا، واشكر برنامج بتاع حضرتك لانه فتح مجال للمناقشه الحيويه دي، ويمكن احد الاهداف الاساسيه للاتحاد العربي لحمايه الحياه البريه والبحريه اعداد قاعده بيانات في الدول المشاركه في الاتحاد. كويس. هتتعجب ان الاتحاد فيه 16 دوله، انما كان فرع مفتوح حوالي 4 فروع او 5 فروع مفتوح. احنا من خلال القناة بتاعتك دي احنا بنناشد المسؤولين في الدول العربية بفتح الاتصال بينا في الفرع بتاعنا في القاهرة. صحيح. لان الفرع اللي في القاهرة ده مش فرع محلي، مش يخص جمهورية مصر العربية، ده اقليمي يخص جامعة الدول العربية. فاحنا بنناشد الناس المسؤولة عن البيئة، عن المحميات في الدول العربية. دي ثقافة بيئية دكتور إسماعيل. بالزبط. كيف نغرزها في كلمة سريعة؟ أيوة يا فندم. كيف نغرز الثقافة البيئية دي في مواطن بسيط حتى؟ أنا أبدأ بالمدرسة. من المدرسة. كل شيء يبدأ من المدرسة. من المدرسة. الحقيقة أنا عايز أقول ملحوظة يا جماعة. كل ما نجيب ضيوف ونناقش قضية نرجع لموضوع التعليم. يعني كل ما اتكلم حتى لو الموضوع بعيد عن التعليم نرجع للتعليم، العنف نرجع للتعليم، الارهاب نقول التعليم، الفساد نقول التعليم. لو في تنشئة حقيقية وتأسيس تعليمي حقيقي هيكون في نهضة على جميع المستويات. انا بشكر ضيوفي، ويعني دكتور حسن الشاعر الامين العام للاتحاد العربي لحمايه الحياه البريه والبحريه التابع لمجلس الوحده الاقتصاديه العربيه بجامعه الدول العربيه، والاستاذ المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، والدكتور اسماعيل عبد المنعم رئيس قسم الاحياء المائيه بجامعه قناه السويس وخبير الاستزراع السمكي. بشكر حضراتكم. بعد فاصل هنخصصه لحفل ختام ابداع الخامس، تأتيكم بعدي فاطمة السردي وقطار حدوتة مصرية يصل لمحطته الثانية.